السلام عليكم. يقولون: كيف تريد مني أن أؤمن بدين يهددني بالقتل إن أنا خرجت منه؟ كيف تريد مني أن أؤمن بدين يجبرني على أن أنافق، أن أتظاهر بالإيمان كي لا أقتل؟ كيف تريد مني أن أؤمن بدين يتشدق دعاته بأنه دين السلام والتسامح بينما هو يأمر بقتل من يجد أنه اقتنع أكثر بدين آخر؟ هذا هو الحديث عما يعرف بحد الردة، وعلينا أن نعترف أن ما يقولونه فيه وجهة نظر، ولكن علينا أن نتفحص أولا الفهم السائد للحدود وللردة، فربما الخلل بدأ هناك ثم تراكم بالتدريج إلى أن وصل إلى هذه النقطة. ما هو الحد أصلا؟ ما معنى كلمة الحد؟ الحد لغة هو المنع، وهي المحارم التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. تعبير معاصر لها هو الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الاقتراب منها، والتي سيكون ثمة عقوبة لو حدث تجاوز لها. ولكن كلمة حد عندما تستعمل في السياق الذي نتحدث عنه فهي تعني عقوبة مقدرة في الشرع. 7 مواضع في القرآن الكريم أشارت إلى أن تلك حدود الله، ولكن ولا مرة فيها كانت الإشارة إلى ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نقول حاليا الحدود. الآيات 7 تحدثت عن أداب الزواج، أداب المسجد، أخلاقيات الطلاق والميراث، وهناك ما سيأتي في أذهاننا فسيكون غالبا مرتبطا بحدود مثل الزنا، شرب الخمرة، وهما حدان واضحان في أذهاننا لارتباطهما بالحرية الشخصية والدراما المصاحبة. ومؤخرا انتشر الحديث عن حد الردة. قرآنيا العقوبات التي حددت في القرآن هي عقوبات زنا غير المحصن، والحرابة قطع الطريق، والسرقة، والقذف، وعقوبات القصاص يعني القتل والجرائم المشابهة. العقوبات الخاصة بزنا المحصن والخمر واللواط والردة لم تذكر في القرآن، وإن ورد طبعا تحريم لها. ولو تأملنا في العقوبة الخاصة بشرب الخمر، وهي عقوبة فيها حوادث كثيرة سواء في عهد النبوة أو في عهد الخلفاء الراشدين، لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا معينا من الجلدات، بل أصبح العدد 40 في عهد أبي بكر و80 في عهد عمر قياسا على حد القذف. بل أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه الذي عاد 40 كأبي بكر قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، لو مات وديته، يعني لو مات لدفع الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا، أي لم يحدده أو يقدره. وهذا يعني أن الأمر متروك للسلطة كي تحدد الضرر الناشئ وتحديد مقدار العقوبة. وهذا يوضح سبب قول الكثير من العلماء بأن عقوبة شرب الخمر ليست حدا من حدود الله، بل هي عقوبة تعزيرية، أي تأديبية للزجر والنهر. يقول بهذا الكثير من علماء مثل الطبري وابن المنذر والشوكاني، بل ويقول به حتى بعض رموز التيار السلفي المعاصرين والذين لا يمكن اعتبارهم على تيار التجديد مثل ابن العثيمين. ما الذي يعني هذا؟ يعني إن ما تعودنا على كونه من الحدود الشرعية هو ليس كذلك بالإجماع، بل يمكن أن يكون مرتبطا بتقدير السلطة أو الحكومة ولغرض تأديب من يقترف شيء محرم بالتأكيد. وأن هذا قد وقع حتى مع عقوبة الخمر، رغم وجود حوادث كثيرة كان ممكنا معها أن يستقر الأمر ليكون حدا واضحا. علينا أن نتذكر هذا جيدا، لأنه إن حدث مع شرب الخمر فهو ممكن أن يحدث مع حدود أخرى، أي مع عقوبات تعزيرية سميت حدودا مثلها مثل عقوبة شرب الخمر. عقوبة المرتد عن الإسلام تشبه عقوبة شارب الخمر في أشياء، وتختلف عنها وعن كل الحدود الأخرى في أشياء أخرى. الشبه بينها وبين عقوبة شارب الخمر أنهما معا لم يرد فيهما نص قرآني، بل ذكرت في الحديث النبوي الشريف. أما الاختلاف الأهم فهو أن كل العقوبات والحدود الأخرى التي لم تذكر في القرآن لم تناقض شيئا في القرآن، أكرر، لم تناقض شيئا في القرآن. أما عقوبة قتل المرتد فهي تناقض القرآن إذا كان ارتداده مجرد ردة فكرية غير مرتبطة بعمل ضد المسلمين. أكرر، عقوبة قتل المرتد تناقض القرآن إذا كان ارتداده مجرد ردة فكرية غير مرتبطة بعمل ضد المسلمين. الآيات التي تؤكد على حرية الفكر بل وحتى حرية الكفر كانت كثيرة وألفاظها شديدة الوضوح: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وآيات أخرى كثيرة. وفي أكثر من موضع تبدو العواقب أخروية فحسب: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الاختلاف الثاني بين عقوبة الردة والحدود الأخرى سواء ذكرت في القرآن أو في السنة إن كل تلك الحدود والعقوبات الأخرى ترتبط بضرر يخرج عن الضرر الشخصي إلى إشراك ناس آخرين. الزنا، السرقة، القصاص، قطع الطرق، حتى شرب الخمر يدخل في هذا، إذ لا يسيطر الشخص على نفسه إذا سكر وقد يؤذي نفسه أو آخرين. أما الردة عن الدين بمعناها الفكري الخالص فهي تقع في بعد شخصي مختلف ولا تشبه من ناحية الإضرار أي جريمة من الجرائم الأخرى التي شرعت لها الحدود والعقوبات. الاختلاف الثالث هو أن حوادث العقوبات الأخرى مثل شرب الخمرة كثيرة، بينما حوادث قتل المرتدين في عهده عليه الصلاة والسلام كانت حادثة واحدة فقط يجب أن تفهم في سياقها، حادثة واحدة فقط، وكانت لرجل كان يهوديا وأسلم ثم عاد إلى اليهودية، ولا يمكن اعتبار هذه مجرد حادثة لشخص ارتد فكريا. فالمسلمون كانوا في حالة حرب مع اليهود، والعودة إلى اليهودية آنذاك كان مثل خيانة عظمى أو تجسس وليست قضية تغيير معتقد فقط. ويبدو أن الحادثة تكررت وكانت بمثابة خطة يهودية لإحراج المسلمين عبر قضاء اليوم معهم كمسلمين ثم العودة آخر النهار إلى اليهودية على نحو متكرر، كما أشارت الآية القرآنية الكريمة: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ضمن هذا الإطار يمكن فهم حديث من بدل دينه فاقتلوه، يمكن فهم الحديث الآخر الذي يستحل فيه دم التارك لدينه المفارق للجماعة، حيث أن مفارقة الجماعة هنا ستكون الالتحاق بالأعداء، وهكذا سيكون هناك تفريق بين الردة التي هي بمثابة الخيانة العظمى والردة التي هي تغيير قناعات، وضمن الآيات التي تؤكد على حرية المعتقد حتى لو كان كفريا. في خضم كل هذا هناك آية يتخذها البعض للدفاع عن وجود حد ردة في القرآن: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. لكن عذاب الدنيا قد يكون الهم والغم وكل ما يمكن أن يصيب الكثيرين ممن يرتدون عن الدين، بل أن العذاب الأليم يتناقض أصلا مع فكرة القتل وإنهاء حياته. يمكن الاستزادة من كل ما سبق في كتاب الدكتور طه جابر العدواني لردة الجامع للدكتور يحيى جاد بعنوان الردة رؤية تأصيلية جديدة. كل ما سبق سيكون مرفوضا من الطرفين. أولئك الذين يتخذون من حد الردة حجة لإلحادهم سيعتبرون كل ما سبق تكتيكا دفاعيا لغرض احتواء الموقف، مجرد تمثيلية يقوم بها المعتدلون لغرض كسب الوقت لا أكثر. أولئك الذين يرفضون أي تجديد، الذين يصرون على تطبيق حد الردة، سيعتبرون أن ما سبق ربما يكون ردة يجب أن أستتاب منها. لكن بين هؤلاء أولئك هناك أنت تقف في الوسط، لا تريد حجة لكي تلحد وتتخلص من الأمر كله، ولا تريد أيضا أن تؤمن بهذه التناقضات التي تقول لا إكراه في الدين ثم تكره الناس على الدين. ستجد كل ما سبق منطقيا ومتماسكا وأقرب إلى عقلك أن تفهم الحديث الذي يستخدمونه لتثبيت حد الردة في سياق تاريخي يجعلك تتفهم الظروف التي قيل فيها دون أن تتحامل على شيء، أن تمر عليك آيات لا إكراه في الدين دون أن يوسوس لك صدرك ويقول لك حقا. أنت من أتوجه له هنا، وأرجو أن تكون رسالتي قد وصلتك.